الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. اليوم معنا اثنين من ضمن الميثودز السهلة جدا والبسيطة واللي صداها بيكون واضح عند الناس، الأبر كيس واللور كيس. طيب من اسمها كده من الواضح انك استكشفت الوظيفة بتاعتها، جملة var فيها نص معين، وبعدين انا قلت ناديت قلت string dot ورحت كاتب الايه الميثود تبعي. طبعا ما حطيتش اي برامترز في الابر كيس، فانا عملت كنترول اس هلاقي اني كل الحروف بقت كابيتال لوك. نفس السيناريو لو انا جيت وحاولت انوم السطر ده وصح السطر اللي تحت منه كل الحروف كابيتال لوك، لو انا عملت كنترول اس هلاقي اني بقت كل الحروف سمول لوك. ده بالنسبة للميثود upper case والميثود lower case. وخد بالك بالله ان هي بتمشي على قواعد حرف ال L capital، حرف ال A capital، حرف ال U capital، حرف ال اسف يا ربي حرف ال C capital، النظرية بتاعت الكامل كيس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.